فتاة رضيعة بتسرق الأضواء بابتسامة غريبة تسبب فيها مرض نادر خلاها محط أنظار الملايين من حول العالم. فإيه قصة الطفلة أيلا سمر موتشا وإزاي بقت مصدر إعجاب ومحط دعم الملايين في العالم؟ بترجع الحكاية لشهر ديسمبر من عام 2021 لما تولدت الطفلة أيلا وشافت النور في أستراليا ليتلقى والدها الخبر اللي كان زي الصاعقة عليهم. فالطفلة اللي طال انتظارها مصابة بمرض غريب ونادر يؤثر على جمال الوجه وفعالية استخدامها لوظائف الفم، والسبب مشكلة نقص في النمو بتحصل في مرحلة قبل الولادة. أما الاسم العلمي للمرض ده فهو مايكروستوميا. فإيه هي تفاصيل المرض ده وإزاي بيحصل وهل في علاج ليه؟ مايكروستوميا مرض نادر بيصيب تضيق في حجم فتحة الفم، وده بيؤدي لمشاكل عند الطفل المولود بالمرض ده، بتبدأ بالمظهر الجمالي وصولاً لصعوبة الرضاعة وأكل الطعام. أيلا مش المصابة الوحيدة بالمرض الغامض ده، ولكنه أصاب 13 طفلة قبلها. صور الموجات فوق الصوتية اللي عملتها والدة أيلا خلال فترة الحمل ما كانش فيها أي إشارات على الخلل ده، وده خلى أهل الطفلة يعيشوا صدمة وحزن على بنتهم طبعاً بعد ولادتها، وحاولوا بشتى الطرق والوسائل يعرفوا الخطأ اللي من الممكن إنهم يكونوا ارتكبوه خلال فترة الحمل وتسبب باللي حصل. الأطباء كان ليهم رأي تاني وأكدوا للأهل إن اللي حصل ما كانش نتيجة خطأ الأهل، ولكن بسبب خلل نادر أصاب عدد قليل من الأطفال قبل كده. الأهل رفضوا الاستسلام وبدأت والدة أيلا باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتوعية الأباء والأمهات عن مرض المايكروستوميا وتنبههم من خطورة الحالة اللي نادر ما نسمع عنها. ولما بدأ الأهل ينشروا صور بنتهم انهالت التعليقات الداعمة والمشجعة، ومش بس كده، كمان تعليقات غزل وحب على رقة وجمال الطفلة أيلا، وده دفع الأهل إنهم ينشروا عدد أكبر من المقاطع المصورة واللي بتوضح طريقة تعاملهم مع أيلا. الفيديو اللي بنشوفه دلوقتي بيظهر والدة أيلا وهي بتلبس الطفلة هدومها، قدر يحقق أكثر من 46 مليون مشاهدة ومئات الآلاف من الإعجابات وتعليقات الدعم والتشجيع. الأهم إن الأطباء نصحوا الأهل بإجراء عملية جراحية للطفلة أيلا لتصحيح سعة ابتسامتها ومعالجة الخلل النادر ده. مع تمنياتي ليكم بالصحة والعافية.